بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم أحمد العربي من ميدانات ميكروتك أفريقيا وجروبنا على الفيسبوك ميكروتك أفريقيا. بنرجو من الأعضاء انضمام للجروب وعمل مشاركة الميدانية كي يشاهدها الأعضاء الجدد. شرحنا إن شاء الله النهاردة شرح مهم جدا جدا يهم كل الأعضاء في مصر والوطن العربي، خاصة الأعضاء اللي بتعاني من مشاكل تعديل وتغيير مكات الأكسس الكوري ال جي. شرح اليوم مقدم من الأخ العزيز محمد فوزي لحل مشكلة تغيير ماك الأكسس ال جي 5000 وال6000 من خلال إعدادات صحيحة وبسيطة جدا جدا. تعالوا نشوف شرح الأستاذ محمد وربنا يجازيه كل الخير عن ما قدمه في هذا المجال وقسم الصيانة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد فوزي. أنا شفت على الجروب أكتر من مرة وأكتر من حد طلب نقطة إزاي يغير الماك أدرس بتاع الأكسس بوينت ال ال جي، سواء 6000 أو 5000. بالنسبة لل 5000 فعندنا طريقتين، انما بالنسبة للـ6000 هي طريقة واحدة مفيش غيرها. الـ5000 ممكن تدخل على صفحة البوت بريد اللي هي صفحة البوت بتاعه، وبتغير من خلاله الماك ادرس من خانة اسمها يو بي ان تي، ودي انا هشرحها دلوقتي، او بترفع لي ملف جديد بماك جديد اللي هو دمب، بنسميه فلاش دمب. بس بدل ما انت بتفك الفلاشة وتديهوله عن طريق المبرمجة، لا انت هتديله الملف عن طريق صفحة البوت بتاعته، مش السوفت الصيني زي ما الناس بتقعد تقول. الجهاز ما بيرجعش السوفت الصيني، هو اما بيحصل المشكلة دي وارجع لصفحة البوت، بيبقى ناتج عنه ان الكوبري يكون مش ملحوم كويس، او ان هو مفصول او مقطوع، او الادابتور مش مظبوط، بيبقى لها تداعيات تانية يعني. مش دي مش الصفحة، مش السوفت الصيني ده، عشان بس نوضح الامور للناس. تمام، نيجي بقى للجهاز ذات نفسه. احنا هنعمل ايه اصلا عشان نخش على صفحة البوت؟ تمام، اول حاجة هنشوف بس مع بعض الاكسس بوينت الاي بي بتاعه 192.168.1.20. تمام، اليوزر نيم يو بي ان تي والباسورد يو بي ان تي نفس الاسم ده. بعد كده هنعمل لوجن. تمام، الماك ادرس عندنا هنا 00/27/22/4E0E A6. تمام، لو لاحظنا هنلاقي عندك كده، خلي بالك من النقطة دي كويس جدا، الماك بتاع الوي لان ده اللي هو الوايرلس، وده اللان، خدت بالك معاكم بحضراتكم، ده اللان. تمام، دول مختلفين عن بعض، ما ينفعش كل الماكات تبقى نفس بعض، والا هيعمل معاك كونفليكت في الايه، في الاكسس. لو لاحظت هتلاقي هنا 4F0EA6 و4F0EA7 4E0EA6، هما الثلاثة قريبين من بعض لكن في اختلاف. تمام، هنيجي بقى ازاي بقى احنا ندخل على صفحة البوت بريد. اول حاجة هنشيل زرار هنشيل قصدي معلش اسف هنشيل كابل الباور اللي هو بتاع الاكسس بوينت اللي هو الشاحن، هفصله كده، هتلاحظوا ايقونة النت هتعمل اكس، وهضغط بايدي على زرار الريست وانا مش موصل كهرباء. تمام، وهقوم موصل كابل الكهرباء تاني اللي هو الادابتور، كابل الادابتور. تمام، استنى لغاية ما اللمبات بتاع الاكسس تعمل وميض كده مع بعضها مرة واحدة. تمام، طبعا هنيجي نبنك كده على اي بي 192.168.1.1، خدت بال حضراتكم بنج معايا كده 1.1. طيب نيجي بقى نفتح هنا الصفحة 192.168.1.1، فتح معايا صفحة اسمها بريد ويب.
تمام. بريد ويب ده اللي هو البوت بتاع الجهاز. طيب هنا عندنا خصائص كتير في قلب البوت بريد. طب هندخل على ايه فيها؟ هندخل هنا على تاني تبويب. تمام، هنا لو انا عايز ارفع له سوفت وير مع وادمج له البوت لودر بتاعه، تمام، احنا مالناش دعوه بدي، احنا مش هنشتغل على دي، احنا هنشتغل على تاني تبويب من هنا، وهو ان انا هرفق له الايه الدمب اهو. انا عندي كذا ماك اهو، ماكين مثلا، تمام، فعندنا ماكين زي ما قلنا اهو، هختار وليكن ده، تمام. بعد كده لازم اشيل العلامه من على الاي ار تي ومن على البوت لودر، تمام. بختار من هنا يو في ان تي، او ممكن مختارهاش عادي، مش مشكله يعني، ممكن ما اختارهاش، ممكن اسيبها زي ما هي، بس هو ايه يفضل انك تختارها. وبعد كده بتضغط على الزرار اللي هو اوكي، بس هو طبعا مكتوب بالصيني فعلا، فطبعا مش قادر ان انا اترجمها، تمام. معلش، تقريبا الجهاز فصل. تمام، جهاز رجع اشتغل تاني اهو، والبنج بتاعه تمام. هضغط على اوكي. تمام، هنا بيسألني وبيقول لي انت موافق على الكلام ده ولا لا، حجم الفلاشة كام اللي هي 8 ميجا، والماك ادرس كذا، والتفاصيل بتاعت السوفت وير قصدي الدم. بعد كده انا بقول له موافق، هو بيبدأ يحمل. ملحوظة بقى مهمة جدا هنا، هنا لو انا فصلت الكهرباء عن الجهاز وهو بيحمل هيفقد الفلاشة، هنضطر ان احنا نشحن الفلاشة من اول وجديد، فلازم ناخد بالنا كويس جدا ان الكهرباء ما تفصلش عن الجهاز وهو بيحمل الملف ده، اهم حاجة، ده اهم نقطة في الموضوع. تمام، هو بيحمل اهوت زي ما انتم شايفين، انا هعمل ايقاف بس لغاية ما يكمل تحميل ونرجع نكمل مع بعض. تمام، هو خلاص اهو بقى 95% كده، ايه تمام، كمل التحميل لما للنهاية. طبعا هنبص على البنج، طبعا هو كده دلوقتي فصل البنج، هنبنج على 21. تمام، هنستنى اما يفتح. المفروض ان هو يبنج معانا على 21. تمام، هو كده بنج معانا ايه على 21. تمام، نيجي كده نفتح 21. فتح معانا. نيجي بقى للماك ادرس اهو، نفس الماك اللي ايه اللي كان ظاهر قدامنا واحنا بنختار الدمب بتاعه. تمام، شغال تمام اهوت. خلي بالكوا برضو في نقطة، لو الدمب مش مظبوط ممكن الجهاز ما يشتغلش وايرلس، دي برضو ملحوظة مهمة. الجهاز شغال معانا وايرلس اهوت، كله تمام. الماك زي ما انتم شايفين هنا اهو. طيب نيجي بقى زي ما قلنا لنقطة تغيير الماك ادرس من على صفحة البريد ويب. هنضغط طبعا على زرار الريسيت وهنشيل كابل الباور اللي هو بتاع الادابتر، وهنقوم موصلينه بعد ما نكون واحنا ضاغطين في نفس الوقت. نستنى لحظة لما اللمبات كلها تعمل وميض وتفتح تاني. طيب هنيجي بقى نفتح الصفحة واحد واحد، هتفتح معانا هي. نيجي بقى نخش على كلمة يو بي ان تي دي، تمام، هنلاقي الماك ادرس، هنعدل مثلا وليكن دي 44، دي خليها 22، ودي 22، هنغير في اخر خانة افضل،
ممكن تغير في الخانة اللي قبل اللي جنبها كمان، مفيش مشكلة. بتختار نوع الجهاز هيكون ايه، يعني انا ممكن مثلا اختاره بولت ام 2 مثلا، اقول له اوكي عادي. الاختيار ده مش هيزعلني في اي حاجة، سواء بولت ام 2 سواء نانو ستيشن سواء مش عارف ايه. هعمل له ريستارت، هو كده قفل وفتح. طيب نجيب البنج 21، البنج 21، استنى لما يبنج دلوقتي 1-1 خلاص تمام، بنج معانا هنا هو تمام، مفيش أي مشاكل. تعال تعال نفتح بقى الجهاز 21. فتح أسرع من دي، فتح معانا أهو تمام زي ما انتوا شايفين أهو، 22 44 22، زي ما أنا عدلت بالظبط، زي ما أنا عدلته بالظبط تمام أهو. ده بالنسبة للتعديل من خلال صفحة البوت بريد. المشكلة عندنا بقى في حتة تعديل الماك من صفحة البوت بريد، ان ما ينفعش معانا بس الا في ال5000، في ال6000 مش هينفع معانا، لان ال6000 الفلاشة مختلفة عن ال5000 اكبر، فمش هيكتب عليها كويس. فال5000 هو اللي بيصلح معاه الوضع الاخير، الطريقة التانية اللي انا حطيتها. بالنسبة للضم، لما هتيجي ترفعه للاكسس بوينت عن طريق البوت بريد، مش هيفرق معاك اذا كان 16 ميجا او 8 ميجا، الاتنين هيشتغلوا. وبكده نبقى احنا عدلنا الماك ادرس وبمنتهى السهولة. وانا برضو هرفع مع الفيديو، هيبقى في تحت الفيديو على طول ملفين او ثلاثة مختلفين للماكات، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هشرح فيه ازاي نغير الماك ادرس ذات نفسه في الدم، يعني هنزل البرنامج وطريقة شرحه وازاي تتعامل معاه، وان شاء الله هشرح لكم برضو خصائص صفحة البوت بريد ان شاء الله، هشرحها لكم كلها ودي بتاع ايه وهتعمل فيه ازاي، وهشرح لكم طريقة تانية ازاي تعمل ريست للجهاز من غير يعني، حتى انت لو نسيت عملت علامة التشيك بوتن تمام، تشيك بوتن، لو انت عملت كده وعملت ابلاي او تشينج، طبعا كده هتيجي تعمل ريسيت، مش هعمل معاك ريسيت، لا انت ممكن عن طريق صفحة البوت بريد تعمل ريسيت. وان شاء الله هشرح لكم برنامج تاني يخليك تعمل ريسيت للقطعة من غير ما انت تنزل القطعة من على البرج. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي، واشكركم لحسن استماعكم. يا ريت تكونوا استفدتم من معلومة اليوم ان شاء الله يا شباب، اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.